ازيكم يا جماعه؟ انا سعاد خليفه. كنت قلت لكم الاسبوع اللي فات ان انا ان شاء الله هعمل فيديوهات عن الفونكس الشورت واللونج، فالنهارده انا هكمل بقيه الفيديوز. الشورت اي اللي هي القصيره، النطق القصير بتاعها اللي هو الساوند بتاعه ا، يبقى انا هنطق اول كلمه اج ج اج مش ايج. اج لاج م ات مات و ات وات ب اد باد و اد واد. كل كلمه من دول ليها معنى. لاج دي اللي هو الرجل، والمات ده قابل، وات ده اللي هو المجنون يعني تتصل ايدك بوشك، باد اللي هو السرير، والواد يعني اللي هو الفرد بيتزوج. فاتمنى بس انكم تركزوا في الشورت ايه، لان هو نطقه صعب شويه. في ناس بيقولوا عليه اه ده صح تمام، بس فينا لما بيجوا يربطوا في كلمه بيقولوا الها ده في الساوند بتاعها في الكلمه، فبتبقى غلط. عشان كده شايف الها خالص، يبقى اه اه اهي اج. تمام، نيجي بقى عند اللونج اي. اكتشفت انها مليانه حاجات كتيره وشاذه، بس اول اثنين ثابتين يعني معايا اللي هو الدبل اي. دبل اي زي تتنطق اي، يبقى انا بنطق كده الحرف بايه؟ باسمه مش بصوته، باسمه مش بصوته. اي بي تري سي. طيب الاي اي في بقى معلومه علميه كده صغننه خالص. بصوا يا جماعه، لما يجي حرفين متحركين ورا بعض، انا المفروض يعني القاعده دي ثابته، بدل القياده لانهي حرف؟ الحرف الاول اللي هو الايه، هو اللي بيتكلم، والتاني يفضل ساكن. يبقى هو ده ايه اللي هيتكلم؟ هيتكلم ايه؟ اسمه. يبقى انا ear fear hear dear. تاني اي اي، دول حرفين متحركين. هتشوفوا الفيديو موجود عندكم من قبل كده. اي اي لما الاقي حرفين متحركين برضو الحرف الاولاني هو بياخد القياده، يبقى انا هنطق الحرف ده هقول ايه اسمه؟ ear fear hear و dear. تمام كده؟ في بقى حاجات شاذه في حرف الاي زي اي اي. المفروض احنا لما بناخد هو زي ما قلت قبل كده ان اي حرفين متحركين بيبقى اول حرف بياخد بيقول اسمه. يعني انا هقولها فايلد، لا فيلد. هنا لما الاقي اي اي بس الكلمات دي ثابته، فيلد بريست بيس، بس ده الشذوذ فيها شويه. الواي بقى في مشكله كبيره جدا بحرف الواي معايا، اوقات بيعملوا حرف فاول متحرك اوقات بيعملوا حرف ساكن، لكن لان الفاول فرد مجنون وبيحب يبقى دايما فاول متحرك، ف احنا قررنا احنا نخليه فاول هنا معانا في القاعده دي. طيب فهو احنا لما نلاقي حرف الواي زي كلمه زي كلمه سيري، سيري بتنطق اي، بيبي بتنطق اي، كاندي بتنطق اي، مع ان هنلاقي في حاجات تانيه ان حرف الواي بتنطق اي، بس لما يجي برضه في الاخر. فحرف الواي الكلمات دي ثابته لي اللي هو النطق بتاع الايه؟ اللونج اي. نيجي بقى في حاجه اسمها القاعده المفتوحه للاي. بصوا يا جماعه، انا عارفه ان الاي لحد هنا الناس هتستوعب، بس من اول هنا دي ودي ده هيبقى صعب شويه، بس ده بيجي بالتعود مش اكتر. احنا محتاجين نسمع انجلش كتير، ناخد انبوت عشان نظبط كل حاجه. طيب نيجي بقى عند الحاجه لما يجي حرف الاي في الاول، هيبقى even long even evil emit يشع. طيب second لو جه في النص هنطقه long e. area really لو جه في الاخر اللي هي last زي she وهي، يبقى الكلمه اللي هي ايه؟ المقطع واحد صغير. تاني الريجولر اي انا عارفه انها صعبه جدا، بس دايما الثابت عندنا في long e اللي هي double e وال e. الحاجات دي هتيجي بس شويه بالتمرين معانا، ويا رب ان انا اكون النهارده افدتكم واستوعبنا شوية long E والشورت E. long E أه وده E. شوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي مع long I والشورت I. باي.